السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتحدث صفا ناجي عبد من جامعة بابل كلية التربية والعلوم الإنسانية. نكمل لكم ما تبقى لنا من محاضرة من الدورة، وهو اليوم الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نجدد مباركة لكم بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بس وعلينا بالصحة والسلامة. الشكر الجزيل لجامعة تكريت لإعطائها هذه الفرصة وتقديم الدعم لنا، ونشكر حضوركم أيها الأساتذة الأفاضل لانضمامكم. تكلمنا يوم أمس عن الإنجليش فور بزنس purpose، and we said that English for business is a type used for what? For work, which means have to be concise and يستخدم للعمل وتقديم ماذا؟ يستخدم للعمل وتقديم وتقديم للعمل أو تقديم الأسهم أو ماذا وما إلى ذلك. فعلينا أن نعرف ما هي العبارات اللغوية المهمة في استخدام، وما هي وماذا يتضمن، وخصوصا أن التركيز سيكون على عملية الكتابة والإيميلات. فهنالك 3 types of business English: fluent and business casual. يعني أعطي معلومة لكن هو ليس بالمستوى المطلوب، يعني يشجع المقابل أو المستمع في لإعطاء فرصة بسماح لكم بالعمل أو التحصل على الترقية. بينما fluent also it is good but not very good. But in business, for example, I say I am interested in pursuing a graphic design position at your company. I would like to learn more about job. Are you available to discuss this position? يعني سؤال عن كثير، يعني ماذا أعمل هنا؟ لماذا أنا أريد؟ يعني أعطاء، يعني جعل الأسس السليمة للتواصل. هذه يعني كذلك تناولنا أقسام الإيميل، بنكون بالريسيفر، يعني كتابة الإيميل بصورة جيدة، لأن أي خطأ أي زيادة في نقطة أو فارزة أو شيء يؤدي إلى يعني غير الشخص المعني تماما. وهو الأفضل استخدام بروفيشنال إيميل أدريس، يعني بشكل يكون بشكل عملي. سبجكت لاين تكلمنا عن يكون سبجكت لاين، يعني يكون العنوان عنوان الرسالة يجذب المستمع أو المستمع أو الشخص المعني. كيف تكون التحية؟ dear sir أو حسب أو فرد واحد، أو بإمكانه يكون كثير عام بيسي تهمت من كنسر أي شيء، أي شخص معني بهذه الرسالة تهمت من كنسر تهمت من كنسر. yes we say that email body also have to be informative and what are relevant for your readers. أنا أتحدث عن ماذا أحصل على ماذا أنا أريد العمل وما هي المؤهلات عني، وليس موضوع ثاني كيف كتابة القصة وذلك. هذا سيكون irrelevant. وكيف إنهاء هو بكتابة الاسم التايتل وغير ذلك. كذلك أخذنا كتابة الكونكلوجن أو هاو how end your email، كيف إنهاء الكتابة، من thank you in advance، شكرا للحصول على معلومات إضافية، for further information please don't hesitate to contact me. So conclusion, also can be said, with regard, yes, so be concise and be
فوكس مور فوكس، يعني اهتم الاهتمام بالتفاصيل. If I said you are faithfully means بدأت التقديم أو التقديم بالإيميل بكتابة dear sir، بينما إذا you are sincerely إذا بدأنا ب dear mister. كذلك تناولنا ال thank you and we said that thank you letter مهمة. بماذا؟ بزيادة واتب، بزيادة العلاقة for stronger relationship with the boss، مع المدير أو مع المقابل. Why are thank you letter important؟ لماذا هي مهمة؟ Sending a thank you letter to follow up with someone after an interview, referral or event invitation shows your gratitude. يعني يجب يعني إظهار الامتنان للمقابل، لأن يعني something psychology، هذه نفسية، إنه حتى إنه المقابل يعطي كثير من الاهتمامات والخدمات، يعني يجب أن أعطاء thank you letters. تكلمنا عن هذه الأقسام وأنواعها من المسج أو business letter هماتين. وكيفية الإيميل مسج من subject line what include your name and there are what why reason for your email. يعني ماذا تشكر؟ يعني هل هو اقتبس من بحثك؟ هل هو عرض عمل أو عرض منحة جامعة؟ ماذا تشكر؟ يجب كتابته بعد الجريتنج، بعد التحية. وإنها many things. This is an example. I will have say talk about them later. But reference letter. Today we'll talk about reference letter. Reference letter recommendation يعني توصية. لماذا هذا الشخص مناسب لهذا العمل؟ لماذا مناسب لهذه الوظيفة؟ لماذا مناسب لهذه المنحة من الجامعة؟ لماذا يجب يعني كتابة هذه الريفرنس ليتر؟ وكتابتها من قبل من؟ كتابة المسؤول السابق لنا. يعني مثلا اشتغل بهذه الكلية، اطلب من المسؤول ان يكتب لي ريفرنس ليتر بكيفية التعامل مع الموظفين، مع مقابل، مع طلاب، مع اي شيء، حتى يكون له فرصة بقبول هذا المنصب او هذه الوظيفة او الترقية. فهذه تسموها reference letter recommendation. يجب ان تكون positively also، يعني positively means يعني بإيجابية، يعني مو نقول يتأخر من الدوام، انما ملتزم، discipline، offers having ideas إلى أعمال وأفكار تطويرية. نعم. ماذا استخدم الريفرنس ليتر؟ هامتين، يجب ان كونسلتيشن يعني جريتينج تحية، انتروداكشن انفورميشن يعني ماذا اقدم هذا الريفرنس ليتر، ماذا يقدم المدير للموظف، المدير السابق، كيف انهي الكونتاكت انفورميشن. فهنا اكزامبلز، وي هاف تو اكزامبلز فور ذيس ريفرنس ليتر. اكزامبل، you can use the following reference letter، يعني تقدر تتبع هذه الخطوات الكتابة reference letter، يعني recommendation letter، يعني توصية. as a guide when you are what when you are when writing your own to whom it may concern، يعني كل يعني يفضل مدير المسؤول السابق لكتابته. بكتب مرة واحدة to whom it may concern، أي واحد أي واحد اشتغل به في المستقبل يعني يكون مشمول به، to whom it may concern، يعني مو كل واحد أجي أرجع له تعال اكتب لي، يفضل يكون to whom it may concern. So has worked with me، يقول مثلا هذا الأستاذ عمل معي in company شيت مدة for 5 years 4 years 4 سنوات 5 سنوات and can has continually impressed me with his professionalism. إنه هذا شنو what
يعني أعطاني انطباع أنه هو مهني، انضباط منضبط، يعطي كثير اهتمام لأعماله، يعني مو يكون عشوائي بالاختيار. During his time at this company he has risen from marketing internet، يعني هو من اشتغل معي زيادة في الإنتاج وغير ذلك، to the assistant director of marketing and has played a tremendous role، كان له دور كبير in the success of our marketing department over the last few years. He has يعني بعدين يعطي يعني هو شلون طوره، يعطي features له في يعني أعطي امتيازاته. Has excellent communication and project management، عنده طريقة التواصل رائعة وجميلة وممتازة، وكيف يعد مهارات الإدارة، and is highly organized يعني يكون منظم، and able to lead a large marketing teams، وعنده القابلية شنو بإدارة بإدارة الكثير من الفريق، يعني ما يجب لا يتخذ يعني أي واحد فينا يعني يتخذ قرار فردي، وإنما يستشير، على قولة الإمام علي عليه السلام ما خاب من استشار، يعني حتى يملك كثير من الأيدياز، من كثير من الأفكار. Yes, his dedication to his role within the company, his willingness to go above، يعني يرغب في التطور أو طموح عند في ارتقاء والحصول على مراتب عليا، are not met but expected have made invaluable assist at company. The third part here I would highly recommend، من يقول اذكر اسمه، انا دائما اوصي انه هذا الشيء موجود، يكون هذا الشخص مناسب لهذا هذا المنصب of marketing at your company. He should be a great assist، انه راح يساعد positively، yes، to your organization with the tremendous marketing skills as well as his qualification and backgrounding his marketing. If you have any question regarding، إذا عندك أسئلة، هذا كله كتابة المدير أو المسؤول السابق. If you have any questions regarding abilities and قابليات، please don't hesitate to contact me. Sincerely كتب and sincerely من هو المدير، يكتب اسمه البريزيدنت، شنو رئيس ما شنو، رئيس الجامعة، رئيس قسم، رئيس شنو، يكتب العنوان مالته مالتين. This letter of recommendation، يعني all we have said this letter of recommendation، كتابة بين الشخص المسؤول السابق عن العمل. هنا letter of interest، يعني ماذا استخدمه، يعني أعطاها حتى أعطي للمقابل، يعطي للي يرغب للمقابل حتى يوظفني، حتى يعطيني مكان أكثر، خاصة إذا كان ما موجودة هذه الوظيفة، يعني الشركة ما أعلنت عنك وظيفة، تقدمها اللتر حتى نحصل على إذا أكو وظيفة بالمستقبل يتصلون فينا، أو نحصل نقدر نحصل الحصول عليها إذا توالمت ويا الامتيازات والسكيلز والمهارات اللي عندنا. Meanwhile, a letter of interest is not tolerated into specific job posting. It is sent to employers to make it known that you are interested in learning about future opportunities. بنعطي هذه الرسالة لصاحب العمل، حتى لو هو ما فاتح لنا، راح أي شيء يصير عنده، أي job، أي شيء راح يتصل فينا. As a job seeker، أكيد إحنا نبحث عن العمل الأفضل، يعني إذا هسه مثلا مدرس نريد مثلا نكون أستاذ بغير مكان، فأكيد يعني إذا موجود هذه، يعني إذا إحنا طورنا من نفسنا راح نحصل أكثر، خاصة بكتابة، إذا طورنا السي في مالتنا بحصول على دورات كثيرة، بالعمل مع المنظمات، بتطوير المهارات إنه.
يعني حتى حياتي بكتابة السي في ماذا يجب، يعني يكون فاكت حقيقة، يعني مو مثل القصة أقدر ألف من عندي وخيالي أو شيء، بل سي في يعني أشياء أنا صدق عندي مستمسكات إنه هذه موجودة بيها، يعني مثلا عندي هذه الدورة هذه موجودة عندي، هذا عندي إنه أنا منضم ويا أنا، يعني هذه الدورة عندي أي شيء، يعني عندي هذه المهارة، يعني لازم، يعني مو أقول أنا أعرف الوورد، برنامج الوورد أو برنامج الباوربوينت وأنا ما أعرف له، لأن يعني أكيد راح يكتشف، يعني أول ما يوظف راح يطلبون مني ذني الأعمال، أو أعرف الأكسل وأنا ما أعرف له، أو أعرف الباثيون في لغات البرمجة، أو أي لغة، أو الارتفيشال انتليجنس التكنولوجيا وأنا ما أعرفه. يعني يجب أن يكون فاكت حقيقة إنه ها أنا أقول هذا الشيء، أنا عندي مستمسك فيه، وهذه تكون كتابة السي في for future consideration. This is precisely when you want to use a letter of interest. What content to include in a letter of interest؟ ماذا يجب أن يكون؟ ما مضمون content of interest؟ We have also introduction, body, closing statement. أكيد نبديها بتحية greeting for all to whom it may concern to whatever. Yes, introduction. Introduce yourself. Where and how you heard about the organization. كيف وصلت إلى هذا المنظمة؟ لماذا أريد أشتغل في هذا المكان؟ في contacting them to inquire about job opportunities. يعني شنو الوظائف الموجودة المتاحة راح تكون في المستقبل، أنا أكتب لها letter of interest، رسالة اهتمام بها. البودي this is where you prove that have skills، هنا تكتب شنو المهارات اللي عندك، شنو الدورات اللي ماخذهن، شنو الشهادات اللي عندك، يعني مثلا ماستر ماجستير دكتوراه هنا تكتبهن. but rather position that suits your background interest، يعني أنا متخصصة باللغة الإنجليزية، مو أروح وظيفة بالرياضيات ما يصير، يعني أكو لازم فيك background knowledge، يعني خلفية علمية لهذا الشيء. closing statement here's where to include a call to action، يعني تطلب منه إذا في وظيفة شيء بإمكانه تقديمه إلك. you want to make it crystal clear، يجب أن تكون واضحة that you are interested in speaking more about organization and work، ولماذا أنا مهتمة في هذا العمل، هذه ماذا شنو الفرص اللي راح تتيح لي راح تطورني. يجب أن يكون العمل المقابل يعني في تطوير، يعني أهماتياً يكون الراتب جيد، تطوير العمل، مكانه، احترام. keep in mind that the employer may not have any openings at the moment. So what you are asking for is essentially an informational interview. يعني هو ما مفتوح كوظيفة وذلك، بس أنت ما تكتب هذه الرسالة، هو أمن عنده وظيفة جديدة، عنده راح يخليك يعني بباله. وهذه examples. دور جونثونز Human Resources Managers، هذا اسم المرسل، شي يكون منصبه أكيد Human Resource Manager، يعني هو المسؤول الموارد البشرية، هو المسؤول عن التوظيف. yes أي وين مكانه optimal، يعني شنو الشركة workplace employment if you know تورنتو كندا، هنا تورنتو بالعراق نقدر يعني نغير حسب الأماكن، بين هذه فورم يعني موجودة موحدة. Dear Mrs. Johnson, last week I attended a talk given by Derek Murphy, CEO of Optimal Workplace, where he described the company, what plans to its business and to marketing process, inspired by this talk. I am inquiring as whether you have any available position on your sales team. Having worked in positional sales for more than 5 years for multinational. أول شيء ما يعني من كيف وصلت لهذا الشيء؟
ليش تواصلت معكم؟ انه انا سمعت انه المقرر مالتكم او الرئيس يطمح بتطوير، لذلك اكيد اكو جوب راح يكون افايلبل. يس، بالثاني بالباراجراف الثاني السكند باراجراف having worked in professional sales، إن أنا اشتغلت قبل بيج مؤسسات بهذه الأعمال، يعني عندي خبرة إيش قد that 5 years، يعني حسب خدمة سنتين ثلاثة خمسة. applicants manufacture I have extensive experience in growing commercial accounts، يعني عندي خبرة في هذا التطوير باستخدام المهارات المحاسبية. And most recently I overview development of a new online implemented. This experience will available to optimal workplace as it consider integrating digital solution and to its sales. More details on my qualification. أكيد ما راح يكتب هي كلها موجودة بالإيميل، وإنما راح يكتب يعني يرسل السي في مالته، كواليفيكيشن شنو المؤهلات، لماذا يقبل لماذا لا يقبل ماذا. يس اي ويل جيف يو ا كول اون تيوزداي، يعني يعني كيفية الاتصال بذلك. اي كان ريشت، يس ثانك يو ان ادفانس فور تايم اند كونسيدريشن سينسيرلي. يس الريفرنس ريكومنديشن ليتر، يعني هو الريفرنس ليتر يعني كتوصيه من المدير. الانترست ليتر، انا اريد اشتغل بهاي المؤسسه ولكن المؤسسه ما فاتحه جوب، لكن نخليها ببال انه هي تفكر بينا اذا فتحت واعمال وتكون مناسبه للباك جراوند مالتنا، يعني للخلفيه للسكيلز المهارات اللي عندنا. بينما الكفر ليتر انا ارسله حتى اكتب شنو انا امتيازاتي، عندي دورات مثلا بالحاسوب، عندي دورات باللغة الإنجليزية، أعرف لغات فرنسية، أعرف داخل ورشات بهذا الشيء، مشتغل قبل، يعني كتابته كله. A good cover letter what can spark the HR managers، يعني human resource يعني رئيس الموارد البشرية، كي ليش يوظفني، ليش why I am suitable for this what this position، ماذا أنا يعني يكون مناسب لهذا البوزيشن، ليش مو غيري، يعني لازم اقنعه persuade him that I have more skills I work harder، انا اعمل بجد انا منضبط اكثر، فاكيد شنو راح يسمعني راح يوظفني ويكون احسن من غيري اذا عندي مثلا خبرة سابقة وراح يتم اختياري. So to make sure that doesn't happen it is essential to know how to write convincing cover letter، لازم يكون convincing. اكو فرق بين letter of interest و letter of less interest in open position، يعني ابي نقدم الكفر letter يعني اكو وظيفة متاحة، بينما اذا interest letter of interest هو ماكو وظيفة، وانما اخليه اني يفكر فيني اذا يوقف يفتح هذه وظيفة. demonstrate knowledge and interest in a company. بالكفر letter demonstrate knowledge interest، يعني أنا أريد ليش شنو المعلومات هذه الـ company. address your qualification أعطاء مهاراتي how they meet requirement، كيف يكون مع المتطلبات الشغل. yes. يعني كل شيء لازم يكون clear واضح. letter of interest productivity proactively approach company when no specific role is being applied to for inquiring about what about opportunities that match your skills. What is on cover letter؟ ماذا يحتوي cover letter؟ Before you can get started writing your cover letter there are a few components you what you must have. A greeting, a simple but pleasant greeting to address what the recruiter or hiring manager. Opener, write a catchy introduction، يعني يكون فيها حماس، يعني يثير الحماس والفاعلية من الجمهور، يكون هذا الانترودكشن. summary of skills، يكون فيها ملخص للمهارات والمؤهلات اللي عندي. your relevant experience why you would be great، فأنا مناسب
في هذا العمل. هاي السبيشال سكيلز وات سبيشال سكيلز اكسبيرينس اور ايدوكيشن وات تو هيلب كلوزينج ان ذيس باراجراف بروفايد ا كول اكشن by expressing interest in an interview. Provide your contact information and yes. Before I close this webinar and this session, you have first, when we write these letters, you have to proofread it. يعني يجب أن هذه اللتر خالية من الأخطاء، خالية من الأخطاء اللغوية، أنت كاتب جيد أو لا، راح يفيدهم لا، يعني حاول تعيدها مرتين ثلاثة قبل ما تكون concise، يعني مختصرة و not imagine، يكونون شنو؟ اماجن يعني شيء من الخيال، وانما يكون لازم شيء فاكس. انت عندي مستمسك انه انا مستغل في هذه الكومباني، في هذه الشركه، عندي مستمسك اني داخل هذه الدوره، عندي مستمسك، يعني كل شيء لازم موجود عندك. وحتى يعني حتى من يقول انا عندي مهاره بالاكسلز، لازم انت تبين هذا الشيء لان يتم اختبارك. يعني يس، كتابه الاكومبلشمنت الانجازات، مو فقط المسؤوليات. don't use abbreviation بالكتابة، لا تستخدم يعني أكثر شيء الاختصارات، يعني الكتابة الأكاديمية يكون أكثر شيء full، يعني I am not, not I'm not, I'm in أو aren't, aren't، بينما أقول are not yes. include date of participation yes. thank you for being patient with me. thank you for giving this chance for me. Yes, thank you. شكرا جزيلا. إذا هناك أي سؤال, any questions, I will answer. Yes. جزيلا ما شاء الله فيك أستاذة. تفضل لتقديمك هذه المحاضرة وهي المحاضرة الثانية. أشكرك جزيل الشكر والامتنان. أنا أشكركم جدا لسماحي بالتقديم ودعمكم لي دائما. بارك الله فيك. وأشكر الحضور أيضا انضمامي. الله يبارك فيك. أرجع الحضور الكرام بالإمكان كتابة أسئلتكم واستفساراتكم عبر الشات. دكتورة صفانة انتظر المشاركين 6 دقائق إذا ما في أسئلة إن شاء الله. تمام أستاذ.
هذه محاضرة فقط محاضرات، هذه دورة وليس هناك امتحان. أرجو الحضور الكرام، هل لديكم أسئلة للتفكير؟ غدا إن شاء الله تعالى في الموعد نفسه كما سأعلن المحاضرة الثانية والأخيرة عن هذه الدورة. إن شاء الله لك والأخيرة عن هذه الدورة كما الساعة 10 مساء. أستاذ صفد، المشاركين ليس لديهم أسئلة، بالإمكان توجيه الشكر للدكتور الكرام، تفضل. شكرا جزيلا لحضوركم هذه الورشة، أتمنى أن تنال إعجابكم واستفدتم منها. جزيل الشكر لكل لجامعة تكريت لدعمهم لنا وفتح هذه الفرصة أمامنا لتقديم ما لدينا معلومة ومشاركة ما لدينا من المعلومات. شكرا جزيلا. جزيلا شكرا لك أستاذة صفا لتقديم المحاضرة الثانية من هذه الدورة، كما أشكر الحضور الكرام وسعة حضورهم وجهدهم ووقتهم الذي أعطوه لحضور هذه المحاضرة. ملتقانا غدا إن شاء الله تعالى في الموعد نفسه في 8 ساعة 10 مساء لتقدم مشكورا أستاذ صفا المحاضرة الثالثة والأخيرة بإذن الله تعالى. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.